رعى سيادة المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس بيير باتيستا باتسبالا احتفال البطريركية بالذكرى 60 لتدشين مذبح وهيكل كنيسة القديس يوسف في جبل عمان. إلى المزيد. وسط أفراح كهنة وأبناء رعية القديس يوسف للاتين في جبل عمان، احتفلت الكنيسة بالذكرى 60 على تدشين مذبح وهيكل كنيسة القديس يوسف، حيث شهدت الرعية حفل استقبال حافل للمدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية المونسنيور بيير باتيستا باتسابالا الذي قدم خصيصا من القدس إلى مدينة عمان كي يواكب فرحة أبنائه والاطلاع على العمل الرعوي الكبير في تلك الكنيسة العريقة والتي شكلت نواة روحية جذابة لأجيال وأجيال. كان في استقبال سيادته قدس الأب وسام منصور كاهن الرعية والأب ماريو بحضور المونسنيور ماورو للي من سفارة الفاتيكان في عمان وجمع من الكهنة والراهبات وجموع من المؤمنين. واحتفلت الرعية بذكرى التدشين على أنغام موسيقى المرنم اللبناني جلال بوسيك بمشاركة العازف لوقا صقر وحضور المخرج جوزيف معتوق أصاف، حيث قدموا أمسية روحية نقلت الحضور إلى أجواء روحية ملائكية. وفي الختام قدم سيادته كلمة شكر فيها كاهن الرعية الأب وسام منصور مهنئاً الحضور باحتفالهم البهي ومقدماً للمرنم بوسيك هدية تذكارية باسم الرعية. ومن جانبه قدم الأب منصور هدية تذكارية لسيادته عربون شكر وتقدير. وعقب الأمسية احتفل المدبر الرسولي مع الآباء الكهنة والرعية بقطع كعكة الاحتفال وسط مشاركة فاعلة من أبناء الرعية الذين عبروا عن فرحتهم بتلك المناسبة العطرة. احتفالنا اليوم كان بمناسبة عيد مار يوسف اللي أخذنا المناسبة حتى نحتفل بعيد 60، وشرفنا سيادة رئيس الأساقف المدبر الرسولي بيير باتيستا باتسابالا بزيارة رعوية وأيضا رعاية الاحتفال. كان في لقاء مع أبناء الرعية ما قبل الاحتفال اللي فيه طلع على هموم الرعية وعلى نشاطاتها، وأيضا شاركنا هاي الفرحة الكبيرة بمرور 60 سنة على تأسيس كنيستنا. دائما في حياتنا وخاصة في حياتنا الرعوية بحاجة لمحفزات حتى نقوي الانتماء ونشدد روابط المحبة اللي موجودة بين أفراد الرعية. لهذا السبب دائما نبحث عن المناسبات والاحتفالات اللي ممكن نحييها اللي بتخلينا نشتغل مع بعض، نفرح مع بعض، نصلي مع بعض. هذا الشيء اللي بيخلينا نعيش بوحدة ومحبة واحدة كعائلة مار يوسف في جبل عمان. واليوم نحن أخذنا مناسبة مرور 60 سنة على تأسيس وتدشين كنيستنا حتى نحتفل بهذا العيد الكبير كعائلة واحدة. اخترنا نشكر ربنا بالترتيل والتسبيح مع جلال بوسيك اللي شرفنا وأحيا أمسيتنا بصوته الجميل والمصلي، رفع قلوبنا وعقولنا لربنا حتى نشكره على كل النعم اللي حصلنا عليها بواسطة أحجار هالكنيسة اللي باركها ربنا بشفاعة القديس يوسف، وبارك حياتنا، بارك عائلاتنا بالعماد، بالزواج، بسر التثبيت والقربان الأقدس القداديس. لم كل دموعنا وكل أحزاننا اللي صارت خلال هذه 60 سنة. فنحن من جديد نشكر ربنا على كل هالنعم اللي غمرنا فيها، وبالمناسبة أشكر كل الأشخاص اللي شاركونا هذا الاحتفال وخاصة قناة النورسات اللي من خلالها أيضا نوصل كل بيوت ونوصل لكل الأشخاص اللي كنا حابين نوصل لهم باحتفالنا اليوم. فكل أمنياتنا أنه ربنا يغمر كنيسته دائما بهاي النعم ويساعدنا أنه دائما نتقدم من محبة لمحبة أكبر ومن شهادة لشهادة أكبر لإيماننا ومحبتنا للرب. خطيبة من هالإله
لمن ذاق الله.